هل يجوز اخذ شارب وابط واظافر الميت وكذلك عانته؟ هذا يستحب الشارب قلم اظافره اذا كان فيه شيء طاير يستحب قلم اظافره. واما حلق العانه فهو محل نظر ما اعلم دليل الظاهر وإذا قد يشك ذلك في عوره هذا يحتاج الى دليل والاقرب عندي ترك ذلك. اما قص الشارب قلم الظهر هو ميسر وقد نص عليه العلماء فلولا اخذ ولا اذا كان الظهر طويل او الشارب يقص هذا افضل.